على عتبات الزمن أحداث فتحت لأصحابها بوابة التاريخ. حرب الجبل الأخضر التي بدأت منذ عام 1957 إلى عام 1959، شذرات للكاتب علي محمد الريامي. ولد غالب بن علي الهنائي في عام 1918، كان قاضيا للإمام محمد بن عبد الله الخليلي في مدينة الرستاق. توفي في عام 2009 في المملكة العربية السعودية عن عمر يناهز 87 عاما. الشيخ أحمد بن محمد الحارثي هو ابن أخ صالح بن عيسى الحارثي أمير الشرقية ورئيس حلف الهناوي، حيث انقلب على الإمامة وأظهر ولاءه علنا للسلطان سعيد بن تيمور، وعين والي على نزوى من قبله، ويكون أميرا للحرث بدل عمه صالح بن عيسى الحارثي. وقد كتب مذكرات عن سيرة حياته جاءت متأخرة بإيعاز من ضابط بريطاني مشهور ممن شهدوا الأحداث، كان قد زاره في بلده المضير في المنطقة الشرقية في عهد السلطان قابوس قبل وفاة الشيخ بسنوات. سليمان بن حمير بن ناصر بن سيه بن سليمان النبهاني رئيس قبيلة بني ريام وأمير منطقة الجبل الأخضر، ولد في عام 1904 وتوفي في عام 1998 ودفن في بلدة تنوف. لم يكن زعيم الغافرية الشيخ سليمان بن حمير النبهاني مرتاحا لاستخلاف غالب بن علي الهنائي لكونه هناوي وضعيف، ولكنه وافق على مضض. ويبدو أن الدولة الإباضية في نهاية أيام الإمام محمد بن عبد الله الخليلي كانت تعاني من ضعف واضح في توحد أركانها وزعاماتها، وأن هناك تيارات شتى بدأت بالتأثير في الإمام الكهل في آخر أيامه، وبدأ واضحا صراع بين أركان الإمامة، فظهر جزء منه في قضية الاستخلاف، وآخر أظهر العديد من التنافسات القبلية وخصوصا بين الحزبين الغافري والهناوي. وعقب وفاة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في عام 1954 تبدلت الأوضاع سريعا، وشكلت منعطفا مهما في تاريخ عمان نتيجة ظهور النفط وما أحدثه من قلب للموازين على الأصعدة كافة، وقد تزامن ذلك مع المد القومي العربي. غالب بن علي فقد كان يرى أن الوقت قد حان للخروج من سياسة خالفت جميع سياسات الأئمة من قبله، فقد كان يرى أن الوقت قد حان للخروج من سياسة العزلة التقليدية التي كانت من طابع الإمامات السابقة. وتجدر الإشارة أن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي كان قد تقدم بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية في يناير من عام 1954، وذلك جراء اختلافه مع المقيم السياسي روبوت هاي في مسألة تحديد نصيب عمان من مدفوعات شركة النفط صاحبة الامتياز في عمان بأسرها نظير التنقيب، ولرفض المقيم السياسي لطلب الإمام أيضا، مبررا ذلك بأن معاهدة السيب لا تتضمن تلك الحقوق وأنه غير مستعد للنظر في الموضوع. وقد بعث غالب بن علي في 25 من شهر نوفمبر لعام 1954 رسالة إلى أمين عام جامعة الدول العربية تحتوي تفويضا رسميا منه إلى أخيه طالب بن علي ليكون مفوضا رسميا يقدم طلب انضمام إمامة عمان للجامعة العربية. السر وراء اهتمام بريطانيا بنفط عمان واحتكاره يكمن في إمكانية نقل نفط عمان عبر أنابيب إلى المحيط الهندي، وبذلك يمكن تفادي الأخطار الاستراتيجية للخليج العربي شبه المغلق، وتعول بريطانيا على تطوير نفط عمان كضمانة حقيقية ضد المشكلات التي تعاني منها الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي. حينما علم طالب بن علي بنزول البريطانيين في الدقم راح يؤلب القبائل الداخلية في محاولة لتكوين قوة باسم الإمامة لمواجهة البريطانيين، إلا أن جهوده لم تتكلل بالنجاح بسبب عدم تأييد غالبية القبائل له، كما أنهم لم يباركوا الإمام الذي كان يسعى نحو حلول سياسية لم تحقق أي نتائج لصالح الإمامة. بدأ التكتل من قبل الإمام الجديد غالب، فكانت أولى مهماته استرجاع أراضي الإمامة وتثبيت سلطته عليها،
لذلك أعد العدة للقيام بحملة لثني الدروع وشيوخ عبري، وما قصدهم بالانقلاب على الوالي إلا الانضواء تحت سلطة السلطان وإرجاعهم إلى سلطة الإمام ودولته أو اقتسام عوائد النفط، وهو ما لم يلح في الأفق حتى عهد قريب. جهزت حملة بمساعدة سليمان بن حمير النبهاني أمير قبائل الغافرية، كانت تكتل في مدينة بهلة ومعه غالب بن علي. أما صالح بن عيسى الحارثي أمير قبائل الهناوية ومعه طالب بن علي والي مدينة الرستاقة، فقد قام بجمع قبائل الشرقية والباطنة في مدينة الرستاقة على أن توحد الجيوش في منطقة الظاهرة بقرية الدريز، وبلغ عدد الجيش زهاء 10,000 مقاتل، ووصلوا في 8 من شهر أكتوبر. استلم قائد الحامية الشيخ حافظ العبري الذي كان مرتبطا في حصن العنين بشرط أن ينزل بحماية الشيخ سليمان بن حمير بتعهد الأمان، إلا أنه عندما نزل من الحصن أمر طالب بن علي بتقييده وسجنه، وهنا حدثت مشكلة بين سليمان بن حمير وطالب بن علي، ورفعت القضية للإمام غالب، إلا أن الإمام لم يحرك ساكنا. امتعض سليمان بن حمير وأظهر ندمه على مبايعة الإمام غالب أمام شيوخ عبري، فر بعض شيوخ عبري إلى الشيخ زايد في أبو ظبي، حيث حملهم الشيخ زايد إلى صلالة عبر طائرة شوهدوا من ضمن قوات السلطان التي احتلت عبري. وأشار سليمان بن حمير على غالب بالرجوع إلى نزوة، وعندما وصلوا مشايخ عبري إلى السلطان في ظفار ومعهم رسالة من سليمان بن حمير إلى السلطان سعيد بن تيمور. في 19 من شهر أكتوبر عام 1954 تحركت قوات السلطان سعيد بن تيمور نحو عبري، وسيطروا على قرية تنعم بالقرب من عبري، وانضم الدروع إلى قوات السلطان وجمع كثير من أهل عبري وتم السيطرة عليها. 26 من أكتوبر 1954 كتب غالب بن علي لسعيد بن تيمور لتدارس الأوضاع والتفاهم معه. حاول طالب بن علي جمع القبائل وتجنيدها تحت قيادته لإرجاع مدينة عبري، ولكنه لم يناصره سليمان بن حمير، وبذلك رضخ لأمر الواقع وتراجع للعاصمة نزوة. قام غالب بن علي بإرسال أخيه طالب وإبراهيم أطفيش مندوبين عنه لدى جامعة الدول العربية في 24 من يناير 1955 من أجل الاحتجاج على اعتداءات بريطانيا وسيطرتهم على عبري والبريمي. بات أمر الإمامة في ضعف واضح عقب سيطرة الإنجليز والسلطان على عبري، وبدت شخصية غالب ضعيفة، وبدأ كثير من كبار القوم يتوددون للسلطان سعيد، خصوصا بعد أن أغراهم بالهدايا والهبات. وقررت بريطانيا مساعدة سعيد بن تيمور في توحيد البلاد واستقرارها، خوفا من لجوء السلطان لأمريكا، وسعيا للحفاظ على امتيازات التنقيب عن النفط في أراضي عمان. زار سليمان بن حمير السلطان سعيد في مسقط قبل السيطرة على نزوة، وطلب سليمان بن حمير من السلطان سعيد بن تيمور زيارته في الجبل الأخضر، إلا أن السلطان أرسل أخيه طارق بن تيمور، وظل طارق بن تيمور في ضيافة سليمان بن حمير مدة أسبوع. اتخذ السلطان سعيد في سبيل السيطرة على نزوة قوة جديدة بقيادة الضابط البريطاني الميجر ماكجل، واختيرت بلدة فلج القبائل في صحار لتكون مقرا للقوة. علم غالب بتحرك جيوش السلطان من عدة جبهات، وعندها عقد غالب اجتماعا طارئا في قلعة نزوة، وانتهى بالتصدي له عبر قوة بقيادته، إلا أن سليمان بن حمير بأن لا وسيلة لرد السلطان سوى الاحتماء بالقلعة. في 15 من ديسمبر عام 1955 سقطت نزوة ورفعت الراية الحمراء فيها، وانسحب غالب بن علي من القلعة في الليل، وتفرق أصحابه وأركان إمامته وأعلن تخليه عن الإمامة. أما سليمان بن حمير انتظر دخول قوات السلطان، وعقد معهم الاتفاق على عدم قيامه بأي شيء ضد السلطان، والتزامه في مقر زعامته قرية تنوف على سفح الجبل الأخضر. أما الرستاق فقد حاصرها السيد طارق بن تيمور وقواته لمدة 4 أيام، واستولى عليها في 22 من شهر ديسمبر عام 1955، وكان واليا عليها طالب بن علي. فر طالب بن علي إلى السعودية،
بعد سقوط نزوة في عام 1955، زار سعيد بن تيمور داخلية عمان أول مرة في حياته، وشكر سعيد بن تيمور سليمان بن حمير على المساعدة، وطلب منه أن يطلب ما يشاء، فطلب الأخير أن يكون زعيماً على تنوف وعلايه ونزوة وبركة الموز وإزكي والجبل الأخضر، فوافق السلطان وأغدق عليه بهدية مالية، وتعهد سليمان بن حمير على نصرة السلطان. في 26 من ديسمبر رحل سعيد بن تيمور إلى الظاهرة، ومر بالبريمي التي التقى بشيخ أبو ظبي، ووقع معه اتفاقية على اقتسام واحة البريمي، ثم مر بالباطنة ووصل مسقط عاصمة حكمه، ولكنه لم يلبث بها كثيرا وسافر منها إلى ظفار. في أعقاب السيطرة على نزوة، انسحب غالب بن علي إلى بلاد سيت ببهلة دون أن يمارس أي نشاط سياسي. أما طالب بن علي وصالح بن عيسى الحارثي فقد استعانوا بالسعوديين لتحريك ثورة ضد السلطان وبريطانيا، متخذين من الدمام مركزا لهم. لم تقم بريطانيا أو السلطان بتصفية رموز الإمامة أو اعتقالهم، رغم أن وضع القوة يساعدهم على ذلك، حيث ارتأت السلطة تحجيم نظام الإمامة شعبيا. اجتمع كلا من طالب بن علي وصالح الحارثي بالملك سعود بن عبد العزيز، فأشار عليهما بتنظيم جيش من العمانيين على أن تتكفل السعودية بالنفقات بشرط أن تكون البريمي تحت سيطرتها، وأطلق على القوة اسم جيش التحرير العماني. قدم جمال عبد الناصر مساعدات لجيش عمان مناصرة للقضية العمانية رغم جميع السلبيات وكفاحها ضد الاستعمار وسلطانها الذي يحاول توحيد عمان تحت رايته بالقوة. تلقت الإمامة مساعدات مالية من الكويت وبعض الدول العربية الأخرى فضلا عن الدعم العسكري. لقد بدأ أفراد من جيش التحرير يتسللون إلى عمان بعد تلقيهم التدريبات العسكرية مدة سنة كاملة، وتلقينهم خطط حرب العصابات واستخدام الأسلحة وزرع الألغام واستخدام مدافع الهاون. أصدر السلطان سعيد بن تيمور أوامره بمنع العمانيين من الذهاب إلى الحج في عام 1956، وأن كل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن ومصادرة الأموال. مال سليمان بن حمير إلى كف الطالب بن علي لأنه رأى أنها الغالبة، وأنه بمساندته لها سوف يحافظ على طموحه بالانفصال، إذ كان يأمل أن يكون حكومة مستقلة له في داخلية عمان. أما طالب بن علي أراد أن يحاكي مشروع جمال عبد الناصر ولكن بصيغة الإمامة، ما جعله يتحفز لتكرار التجربة في عمان. بريطانيا لم تدخل الحرب مع السلطان سعيد بن تيمور لولا لم تكن لها مصلحة حقيقية، ويمكن تلخيص مصالح بريطانيا في عمان. موقع عمان كحلقة وصل بين مستعمراتهم في عدن ودول الخليج والشرق الأدنى. جزيرة مصيرة وما لها من وضعية خاصة، إذ تعد منطقة استراتيجية وذات شأن لبريطانيا خصوصا في المجال الجوي. وجود النفط واحتكاره، سيطرة عمان على مضيق هرمز، تخوف بريطانيا من أمريكا في التنافس على السيطرة على عمان، ظهور جامعة الدول العربية وشيوع الميداليتين العربي في أوساط العمانيين. دفعت بريطانيا في حرب الجبل الأخضر حوالي 270 ألف جنيه استرليني، وقد أنيطت قيادة هذه الجيوش إلى العميد روبرتسون وهو أحد كبار الضباط البريطانيين، وقد حضر خصيصا من قبرص، ووصل مسقط في 28 من يوليو عام 1957 لكونه مؤهلا للتصدي للأحداث الجارية. بدأ الهجوم البري للقوات البريطانية بقيادة روبرتسون وبمشاركة قوات السلطان بقيادة طارق بن تيمور في 29 من يوليو عام 1957 من محورين، محور استولى على عز ونزوة ومحور وادي سمائل وإزكي، والتقوا أسفل الجبل الأخضر بقرية بركة الموز تحت غطاء جوي بريطاني لحماية القوات. ثم تتابع القصف في كل المدن الداخلية، ونسفت عدة قلاع وسويت الكثير من المنازل وتحصيناتها بالأرض، وخاصة تنوف انتقاما من سليمان بن حمير. صمدت قلعة نزوة الدائرية العظيمة أمام الغارات التي أسفرت فقط عن تصدعات في جدرانها السميكة. اعتقد البريطانيون أن أمر الثورة سوف ينتهي سريعا بهذه القوة الجوية، غير أن الأمر خالف المتوقع تماما،
وأصبح ضرورة لا بد منها تحرك القوات البرية لإنهاء الثورة. وبعد إخضاع قوات السلطان لقرية إمطي، لجأ غالب بن علي وسليمان بن حمير إلى الجبل، ولحق بهم طالب بن علي. واستعاد طارق بن تيمور مدينة نزوى في 12 من أغسطس لعام 1957. وأدرك الثوار أن لا طاقة لهم بالمقاومة، وتغيرت موازين القوى، وأصر غالب بن علي وسليمان بن حمير على مواصلة القتال. بدأت المقاومة في الجبل الأخضر تشن عملياتها العسكرية على معسكرات القوات السلطانية، وبدأت بشن حرب عصابات خاطفة وزرع الألغام. عندها قصف الطيران البريطاني المنازل الحصينة بقرية سيق ومقر القاضي بالجبل. في شهر أكتوبر قامت بريطانيا بالتعاون مع رجال السيد طارق بن تيمور بتفجير ونسف منازل الثوار والحصون في كل من إمطي وقاروت وإزكي وعلاية نزوى وكمه وتنوف وغمر وبلاد سيت، لتجبر الثوار على الاستسلام وإلقاء السلاح. دارت معارك دامية طوال الأشهر الأخيرة من عام 1957، واستمرت أيضا في مراكز متفرقة من الجبل الأخضر حتى كان التفوق العسكري يحسب للإمام، إلى أن جاء عام 1958 وأظهر كلا من طالب بن علي وطارق بن تيمور شجاعة قتالية لا نظير لها. الحكومة البريطانية كانت تعول على المفاوضات السياسية لإنهاء القتال، حتى أنها فكرت جديا للسلطان أنه في حالة عدم التمكن من تصفية الثورة مع حلول موعد سحبها لقواتها في إبريل عام 1959، فربما ستضطر أن تتدخل بريطانيا في مفاوضات مباشرة مع الإمامة مع إعطاء ضمانات. وكتبت مسودة أطلق عليها اتفاقية نزوى، فحواها العودة إلى اتفاقية السيب عام 1920. وقعت اتفاقية بين السلطان سعيد بن تيمور وبريطانيا عام 1958، بعد مفاوضات كان محورها تأجير جزيرة مصيرة ومدينة صلالة ومسقط كقواعد لطيران سلاح الجو الملكي البريطاني، مع التزام بريطانيا بإنشاء نواة لسلاح الطيران العماني قوة مسقط الجوية، وإعارة ضباط بريطانيين لتأهيل قوات السلطان وسلاح الجو، كما ضمنت أن يتخلى السلطان سعيد بن تيمور عن منطقة جوادر للحكومة الباكستانية عن طريق الحكومة البريطانية. وسلمت جوادر رسميا لباكستان بتاريخ 8 سبتمبر لعام 1958 مقابل 40 مليون روبية، بشرط من السلطان في أن يكون له نصيب من البترول والمعادن المستخرجة من أرض جوادر. كما خول سعيد بن تيمور سلاح الجو الملكي البريطاني القيام بعمليات خاصة في مصيرة وصلالة. قامت القوات البريطانية والسلطانية باستخدام عدة أساليب أو أنواع في الحرب النفسية التي شنتها على الثوار. ومن أسباب تفوق قوات السلطان وقوات الإنجليز استخبارياً استخدام لغات مثل الإنجليزية والأوردية والبلوشية، وكانت هذه اللغات عقبة كبيرة بالنسبة لفهم رجالات استخبارات الإمام. قبيل سقوط الجبل الأخضر خاض الثوار معارك طاحنة وشرسة كلفت البريطانيين كثيرا من الرجال والخسائر في العتاد، حيث أسقطوا 7 طائرات حربية. قام الطيران الملكي البريطاني خلال 15 يوما فقط بإلقاء 250 قنبلة و160 صاروخا باتجاه كهوف الثوار، وتمكنت القوات البريطانية من السيطرة على الأراضي المرتفعة وكشفت مواقع مهمة للثوار. تشتتت قوات الثوار في الأيام الأخيرة وإرباكها الواضح والنقص الشديد في أعدادها وانكفائها لصد الهجمات التي تقوم بها القوات البريطانية والسلطانية التي تكالبت عليها وأرهقتها، فاخترقت خطوطها الأمامية عندما أسست قوات السلطان وبريطانيا موطئ قدم لها على الجبل. واستخدمت القوات البريطانية حميرا صومالية من أجل حمل الذخيرة وتحقيق الدعم اللوجستي التي تتطلبه العمليات القتالية في الميدان واجتياز سفوح الجبل الصعبة. لم تشهد عملية اقتحام الجبل الأخضر غير قتيلين، ولم تحدث أي حوادث قتالية عند وصول القوات البريطانية إلى قرى الجبل الأخضر،
باستثناء بعض المقاومة والقتال في منطقة كمة ومنطقة إمطي أسفل الجبل الأخضر، إلى أن انتهت هذه الجيوب من مقاومتها في أول فبراير عام 1959. هرب سليمان بن حمير والإمام غالب بن علي إلى قرية الغبرة بولاية نزوة عن طريق بعض خاصة سليمان بن حمير، ثم واصلوا المسير إلى جبل الكور حيث أمنت لهم جمال عن طريق صديق سليمان بن حمير تقلهم إلى الشارقة، واختبوا في جبل الكور شهرا كاملا، ثم اجتازوا خور فكان وكلباء ووصلوا عند الشيخ صقر القاسمي برأس الخيمة، ومن هناك استقلوا مركبا إلى الدمام بالسعودية واستقبلهم الملك سعود شخصيا. وبعد فترة وجيزة من استقرار القوات البريطانية والسلطانية على هضبة الجبل الأخضر وبناء معسكر دائم لهم بالجبل، أصدر السلطان سعيد بن تيمور أوامره وتعليماته بأن يعمل قائد الكتائب البريطانية كحاكم عسكري لإقليم الجبل الأخضر، ويعاونه في شؤون الحكم القاضي مداد بن سعيد آل نور. وأمر شيخ قبيلة العبريين الشيخ عبد الله بن مهنا العبري أن يعمل واليا مؤقتا في الجبل. وعلى الرغم من انتهاء المقاومة العسكرية النشطة من قبل الثوار في عام 1959، إلا أن زرع الألغام ظل مستمرا حتى أوائل الستينات. المكسب الوحيد الذي تمخض عن حرب الجبل الأخضر في المجال السياسي لصالح السلطان سعيد بن تيمور هو توحيد عمان تحت حكمه. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.